بعد يقول لك عندنا خادم الحرمين وعندنا أمير المؤمنين وعندنا الحاكم الفلاني ونحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. كذبتم، إنكم تخادعون وتمكرون بالشعوب. هذه الطائفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. قال ومن يا رسول الله؟ قال في أكناف بيت المقدس، حدد حتى المكان. هؤلاء الذين يجابهون أعتى قوة في العالم مساندة من أمريكا ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن الغرب، يجاب أطفال شباب ما عندهم سلاح، ليس عندهم ماء، ليس عندهم إمداد، ليسوا دولة. هذه الشجاعة، هذا والإيمان، هذه صنائع حقائق الدين. كيف لا نساندهم بالكلام؟ طيب الشعوب منعتها، الشعب الجزائري لو يعني يترك ربما في كل أسبوع على الأقل مرة في الأسبوع، ممنوع مرة واحدة يتيمة نظمتها المخابرات العسكرية لأهداف سياسية ليس لوجه الله تبارك وتعالى، ثم منعتها جملة واحدة. خطباء إلا من رحم ربي وقليل ما هم، إلا خطباء واحد أصبحوا يدعون في آخر الخطبة اللهم انصر غزة. كيف ينصر؟ هذا دعاء، هل يغني الدعاء عن الفعل؟ هل يغني الدعاء على القيام بالواجب، واجبات شرعية أخرى من إعانة مادية وبالسلاح وبالأوراق التي تمتلكها هذه الدول؟ كيف يعني الآن الجزائر لم تستطع أن تستدعي سفيرة أمريكا، الإدارة المجرمة، الإدارة التي تساند الإرهاب؟ كيف سفيرة أمريكا تصول وتجوج في الجزائر بينما نحن لا يمكن لنا أن نتحرك في بلادنا؟ سفيرة أمريكا تفعل ما تريد كأنها هي السيدة في البلاد. هل جمدوا الحركة الدبلوماسية؟ طيب ألمانيا قال نحن لن نستقبلكم، أمريكا نطرد السفيرة أو نستدعي سفيرنا في الآخر، عندنا أوراق. قال لا، ألمانيا وفرنسا وهذه الدول التي ساندت الكيان الصهيوني نحن الآن سوف نجمد، بعد ما تزع الحرب أوزارها نتحدثوا نستأنفوا الاتصالات. لا، ألمانيا المجرمة تستقبل هنا في الجزائر ونعطيها الهيدروجين والناس كلهم ساكتين؟ قبحكم الله، أخزاكم الله، أهكذا يكون المؤمنون؟ أهكذا تكون الجزائر المجاهدة؟